بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بحضراتكم في يوم جديد ويوم سعيد يا رب. معايا النهارده طبعا المرض اختياري، يعني بيبقى كل مره طبعا الاعدادي الجميل الاستاذه شيماء او استاذه امل بيختاروا حد بيعمل لنا يوم الاثنين شغل، فبعد كده هيبقى اختيار يعني ان شاء الله. سيدات بروفيشنال، وانتوا كلكم بروفيشنال على مستوى عالي في الشغل زي اللي فاتوا بالظبط ان شاء الله، بس هبقى انا ببص على شغله الاول سواء على الماسنجر او على الفيس، عندي بشوف شغله ايه الاول قبل ما يطلع ويجي يعمل الشغل ان شاء الله. النهارده معايا حد جميل جدا جدا، معايا شيف ساره، شيف بمعنى كلمه شيف. قول لنا ساره الاول، رحبي بالساده المشاهدين وقول لنا هتعمل ايه. اهلا وسهلا شيف، ازي حضرتك؟ طبعا اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في كل بيت. سعيده ان انا طلعت معاكم واقدم لكم حاجه يمكن تفيدكم وكذا وصفه، ونبدا بقى نشوف. انت شغاله في المجال ده بدون ذكر الاسم طبعا؟ انا شغاله اصلا باريستا. دي بتبقى، انا شيف متخرج من كليه سياحه فنادق ودخلت مجال الباريستا. باريستا دي اللي حد بيعرف يعمل قهوه. تمام. دي عشاق القهوه. تمام. يعني هتعلمينا النهارده شغل زي الكافيهات بالظبط. 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 طيب وبقيه الوصفات؟ هيبقى عرق فليت ومدحون. لا، بقيه الوصفات درسها. طبعا طبعا، انا اصلا كليه سياحه فنادق، انا اصلا شيف. قبل ما ادخل مجال الباريستا. ربنا يكرمك ويعينك على كل شيء ان شاء الله. شكرا يا شيخ. اتوكلي على الله. يلا، اول حاجه هتعملها لنا ايه؟ عرق فليتو ومحشي بالبوكي جرنيه ومدفون في اللحم، في الملح. في الملح. ده حاجه انت عايزه تجيبي سبرتو وتولعي. شيف براك زي صاحبنا الغالي. الشيف زي صاحبنا الغالي، يعني هو ملعلع على الفيسبوك. فاحنا هنعمل حاجه كده للستات يعني. البيوت ان هي تعمل شو ويبقى حاجه سهله جدا ومشهوره. حلو، في الحفلات. ايوه في الحفلات. ننزل بمقاديره الاول كده مخرجتنا الرائعه ونشوف مع بعض هنعمل ايه. معايا عرق فليتو. لا، هننزل بالمقادير بتاعتنا ونبدا نقراها. تمام، مفيش مشكله. وبعد كده نبدا. بالظبط كده يا استاذه كريستين. اول حاجه اقري بقى براحتك. عرق لحم النهارده ايه بما انك شيف فن المساعد بتاعك؟ شكرا يا شيف، تحت امرك. عرق لحم، ومعانا 2 جزره، ومعانا 2 بصل جوليان، وثلاث وقرنين فلفل رومي جوليان متقطع، وملح وفلفل اسود، وملح لتسويه اللحم بس. مش اكتر. مش اكتر. مش محتاج اي حاجه تانيه ولا اي حاجه. طيب صوروها يا جماعه، وعايزين نهتم شويه بوصفات ساره، لان انا هتعلم منها وهعرف منها شويه حاجات النهارده ان شاء الله. نرجع تاني كده مخرجتنا العظيمه. جوليان يعني ايه؟ تقطيع من تقطيعات الخضار. نعم، كاميرا كده. حاجه زي الفلفل دوت بتبقى طويله. عشان ما يبقى في شيف بيقول جوليان طبعا بيتفرج. وده الفلفل المغصب. وعارفين هي قالت ايه ساره؟ دوت بيبقى شريحه رفيعه كده، بس بتبقى عشان تبقى سهله في التقطيع بتبقى تمام تستوي معايا. هنشتغل ليه بالفريتو؟ بيبقى سهل التسويه ومش بياخد وقت كتير. ليه مش موزه او اي حاجه دي؟ عشان انا عايزه، هو ينفع موزه بس ينفع اي حاجه انا بعملها، بس انا عايزه احشيها، فانا فتحتها زي الكتاب. ولا هو الافضل ان دوت ما بياخدش سوى خالص. ايوه، بيبقى سواه خفيف جدا عشان حلقه. مش على طول. مش على طول. لا مش على طول، بياخد تقريبا. طب يلا توكل على الله، احنا وصلنا للي احنا عايزينه كده. انا دلوقتي فاتحه معايا عرق الفليتو معايا زي الكتاب مفتوح كده خالص. تمام، هبتدي الاول انقله هنا. تمام. طبعا فتحه سهل، او الجزار يفتح. انا فاتحاه بايدي بسكينه عادي بادئه من تحت، يعني هو كان كده. تمام، احنا نوري المشاهدين. انعم لحمه. ايوه، احنا فتحنا الاول اول طبقه كده، وبعد كده بدات بالسكينه من جوه بجيب اللحمه كده متقطعه، وشدت شرحها شويه عشان تبقى داخل فيها الملح والفلفل وكل الدنيا دي. تمام. هجيب بس انا معايا. هاتي بقى انت، ركزي لي في الشغل بس وناوليني اي حاجه. هحط البصل معايا. تمام، واحط الجزر. تمام، اي حاجه احطها لي هنا. ماشي، شوف. تمام، شايفه الاضاءه البيضاء دي؟ ايوه، ده كشاف احنا عاملينه عشان. ماشي، شوف. والفلفل الاخضر الاخضر. تمام، وهبتدي اتبل بملح. تمام، وفلفل اسود. برافو عليك. انا ليه بقى ما حطيتش توابل كتير؟ لان انا بحب قوي ادوق طعم اللحمه. انت يا رياني بس. هي دي كل الفكره، ملح وفلفل. ملح وفلفل اسود حتى البوفتيك بقول ملح وفلفل بس. اي حاجه ثانيه مش لازم تصنع، يعني هو طعمها. لا، ده في حد ممكن يطلع مش يطلع على الهوا حتى ببيته.
تعمل الوصفه دي. ده في ناس بيحطوا على الحاجات توم بودره، بصل بودره، توم فرش وبصل فرش وملح وفلفل اسود، السبع بهارات وجوز الطيب 3000 حاجه في شويه ملوخيه او شويه سبانخ. انا مش ملح وفلفل اسود. ايوه طبعا، عشان بتعمل كده ابين طعم الحاجه، ما هي مش كركبه. حتى البفتيك بحبه كده فعلا، ملح وفلفل والملح. بس ما بقاش انا شيف تلفزيون لو انا حطيت ملح وفلفل، لازم احط 13، اروح اجيب كل الحاجه اللي عند العطار وابتدي احطها. في ناس بتحب التوابل كتير زي مثلا البلدان العربيه والحاجات دي، بس هي الاكله محتاجه كده. بصي يا ساره، انت يعني ايه تقريبا انا قد الوالد خلاص. بصي يا ساره، ما ينفعش يكون عندي مكياجات للسيده طبعا، وتحط بيبقى في تقريبا عندكم منكر احمر واخضر واسود، واحط كل الالوان واخليها ايه الوان الطيف. ما ينفعش احط مثلا احمر شفاف، معلش احط كل الالوان، ما ينفعش احط على وشي كل... هو ايه تركه تركه خلصت. صح، اظهرتي الورده وفتحتيها. صح، واخده بالك؟ صح. شوف عوامل الزمن بتشيليها انت وكده. فده اللي بقوله، يعني الاكله او الوصفه عامله زي الورده، والورده عامله زي السيده. السيدة مصرية عربية أي دولة، محتاجة لمسة بسيطة جدا. هو ده اللي أنا دايما أقوله. تسلم إيدك يا شيخ. تسلم إيديك. الريحة طلعت حلوة ودعكت البصل بالملح والفلفل. برافو عليك. أنا عايزة بس أقول هو ممكن يتعمل من غير ما يتحشي. تمام. هو بيتبل بالملح والفلفل وبيتحط بنفس طريقة التسوية اللي هسويها. منين يا سارة أصلا؟ أنا من دمنهور. أحلى الناس وأجدع الناس. شكرا. شرفتينا النهاردة وتعبتك. شرف لي. لا لا، لما كشفت أنا. وتحية الخطيب حضرتك. أهلا وسهلا. هو أكتر حد بيساندني بصراحة هو والدتي. هو دايما والدتك بعت لها تحية وأنت شغالة. أهلا والدتي طبعا، أنا بحبك جدا وعمري ما أقدر أوفي لك أي حاجة بتعملها لي. يعني أنت أكتر حد بيساعدني في الدنيا. يا بختك. اه والله. وهي ملي، انا ماليش غيرها فعلا. وطبعا يا لي خطيبي اللي هو دايما بيساعدني وبيشجعني وبيساندني. وكمان انا ربنا وقعني في ناس بصراحه حتى في شغلي. واضح ان انت بنت حلال وكلكم ولاد حلال يعني. شكرا يا شيف. شكرا لزي حضرتك. ربنا يكرمك من غير ما تشكريني، انا بحب اطلع اللي في قلبي على طول للناس. الله يكرمك. بس انا دلوقتي حشيت عادي، باقي معانا حشو طبعا، بس انا مش عايزه البسها جامد. بس انا حشيت انا نسيت حاجه، بس اهم حاجه خدي راحتك خالص. تمام. تمام. انا كنت مقطعه، كان العرق كان طويل شويه. تمام. فانا كنت مقطعه اللحمه دي وكنت عايزه ايه احشي بيها. طبعا هي طبعا هتتبل مع الماء. استبدلتي كلمه ورقه لحمه بورق الورق اللي هي ورق الزبده بورقه فليتو. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني حاجه زي كده. انا اقصد عايزه حاجه. حاجه زي كده هتبقى يعني حاجه جميله. حلوه جدا للحفلات. مش حطي. مش سهله، مش صعبه ابدا. بالعكس، وبتعمل شغل كويس جدا، بيبين لك ان انت شيف محترف يعني. للستات وانت محترفه. شكرا. شوف لي زي حضرتك. انا شفت كل وصفاتك على الماسنجر، جميله فعلا. شكرا. ربنا يكرمك ويحسن بين ايديك. دي كانت دعوه والدي ليا. الله يرحمه. كان دايما يقول لي احسن بين ايديك، وكان دايما كل ما يدعي لي ربنا يحسن بين ايديا. يا رب يحسن بين ايديك. اما بطل يدعيها لي بعد وفاته رحمه الله عليه، ما عادش بيتحسن بايديا. لا لا، ربنا من نعمة ربك. طبعا اكيد. الحمد لله. الحمد لله على كل شيء. تسلم ايديك. تسلم ايديك. بص انا كده خلاص خلصت العرق معايا، مش هحتاج اربط ولا اي حاجه. تمام. هاتي كده. تمام. شكرا يا شكرا. حلو قوي. وبعدين؟ هغير بس الجلوفز عشان طبعا ايه راحتك. خدي راحتك. انا مش عايزه استخدم النهارده. انت المكان بتاعك، وقلت لك انا ايه الصبي بس بوي. حضرتك على دماغنا يا شيف. شكرا زي حضرتك جدا. تمام. هلبس بس عشان الملح. لا طبعا، لا سيبها ساعه ولا ساعتين ولا حاجه ولا اي حاجه خالص. انا مسخنه عندي الفرن على درجه اعلى درجه حراره. تمام. علشان اولا ده سبرتو. ها ده سبرتو. ده احنا ما ينفعش بنزين، كله بيولع. غالي غالي. انا شوف كله بيولع. شوف ده قد ايه ملح؟ دول تقريبا يعني معدل 10 كيس ملح. 10 كيس ملح؟ اللي ما اقدرش اخف الكميه شويه؟ ممكن اخف الكميه، بس انا عاملاها عشان انا مش عايزه كل حاجه تتغطى في ال... هو اولا تسويه مش طعم. ملح خشن ولا يكون؟ لا لا لازم يكون ما يحدقش عشان لا لا، ما ورقه الزبده عاطيه عايزه. انا المشاهد. ورقه الزبده عاطيه وعايزك. ما ينفعش ابيض بيض بدل الميه؟ ممكن ينفع ابيض بيض بدل الميه، بس انا استخدمت النهارده ميه عشان بس ايه؟ عشان اوفر. 10 كيس ملح
وعايز اوفر بياض بيضه، هي حته القشطه اللي فوق البسبوسه اللي موتتها. لا 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 لا، هي بتتعمل 10 كيلو بسبوسه وهي حته القشطه اللي موتتها. شوف هي طبعا طرق وكل واحد لا لا انكر ان انا بتكلم منك دلوقتي، ولكن عايز اقول لك على حاجه، حتى لو احنا مش على الهوا دلوقتي وانا واقف معاكي في الفندق هتلاقيني كده طول ما انا واقف اناقش في اللي قدامي. اه طبعا. شيفات سيدات، شيفات رجاله، المساعدين وحاشا لله يكونوا مساعدين، يعني هم اخواتنا. معاكي يا استاذتنا الغالية. اه انا حطيت ميه كده وبعجن، بس انا عايزاها توصل معايا للرمل المبلول يعني. تمام. زي ممكن زي رمل البحر كده. تمام. تمام. مدام شادي اهلا بيكي، بس انت جايبه نوع ملح حلو قوي. ازيك يا استاذتنا الغاليه؟ الله يخليك، ما شاء الله عليك يا شيخ. الله يكرمك، انا عملت حاجه ساره بقى اللي بتعمل. لا الضيوف اللي معاك، الضيوف اللي معاك ما شاء الله عليها. لا بتعمل جديد و10 على 10 بصراحه. لا تقل قيمه عنك. الله يخليك، لا ده هي ما شاء الله عليها. ربنا يكرمك يا رب. ممكن كده كمان عيلة تريبيانكو. ايه رايك ردي عليها؟ ممكن عيلة تريبيانكو. اه طبعا. بص هي عموما طريقه التسويه اللي انا بعمل بيها دي بتسوي اي نوع لحم. ايوه انت تريبيانكو على اساس ان هو اخف من اللي بيعمله دايت. ممكن مفيش مشكله. وممكن كمان تتعمل في فراخ، ممكن تتعمل في بط، ممكن تتعمل في فراخ، وممكن تتعمل في بط، وممكن تتعمل في اي حاجه. انت ليكي قوي قوي مبسوطه بالشباب اللي زي كلهم ان هم بيبتكروا. شكرا لحضرتك جدا، ما شاء الله عليكي، وربنا يديكي الصحه ويحسن ما بين ايديكي زي ما قال الشيف محمود. شكرا يا مدام. لا لا لا، ده انت على دماغنا من فوق. لا ما ينفعش بجبس واسمنت وندفنها. ينفع بجبس واسمنت. هما بياخدوا من الهارد يا اكيد. لا والله العظيم انا عايز اقول لك، الهارد هو اللي خد مننا. ارجع للحضاره وارجع للماضي هتلاقي الغرب خد مننا. ارجعي للساده المهندسين والاطباء هتلاقيهم هم اللي في معظم البلاد بصراحه يا شيخ وفي الجامعات هناك. انت قلت المفيد احلى حاجه. بص يا شيخ معاك ست كل احلى حاجه في الدنيا ان احنا فعلا ما نزودش البهارات على اللحمه عشان تبقى طعمها. بالظبط، برافو عليك. لكن الفراخ العب فيها زي ما انت عاوز. انت لما جيتي هنا معايا برضه ابدعت يا مدام. لا انا يعني برضه بقول ايه دايما ان ربنا يديك الصحه ويكرمك. الله يكرمك. احنا بالحاجات الحلوه. الله يكرمك، الله يكرمك. لكن انا ما اقدرش اقول غير ان ربنا يديك الصحه دايما يا رب ويكرمك. الله يكرمك يا مدام شادية، تسلمي لي، ربنا ما يحرمني من زوجك ابدا. بس بس عشان ما يبقاش حد فاتح في فويل للحمه. آه لا طبعا ما ينفعش، احنا الفويل اصلا لازم يبقى فيه عازل بينه وبين الزبده لان بيبقى مضر جدا ان هو يتعرض مع الاكل. تمام. فانا لازم افصله بين الزبده وبين وانا ليه بحط ورق زبده؟ علشان الملح الطبقه بتاعته ما تتشالش وبعدين ما ياخدش من نسبه الملح الزياده. برافو عليك. بس هي دي الفكره. شفتوا بقى التكات الصغيره ديت؟ انا دلوقتي حطيت ده عشان الكاميرا. تمام مفيش مشكله. تمام. نشيل ده خلاص. على قولي لي بعد كده شيل، قلت لك انت وقف اشتغل. على مالك خالص. هنبتدي بقى ايه، اغطيه عادي بالملح دلوقتي. تمام. اهو بقفل كل الفراغات اللي فيه عشان انا مش عايزه اخش له هوا خالص. طيب ايه معاكي؟ مع حضرتك. اشوف مع حضرتك. تمام كده. يا باشمهندس علاء اهلا بيك. ازيك يا معلم، ازيك؟ الاخبار بتاعتك ايه؟ الله يخليك يا رب، انت اللي باشا، تسلم لي. ربنا يبارك لك. والله يا شيخ محمد بصراحه انا هكون صادق معاك، انا اول مره اكلمك. شرف ليا. وانا دي ثاني مره اشوف حضرتك، يعني انا بكلمك من دبي، انا معلش طول مره تعالى السيد. شرف ليا، شرف ليا معلم باشا. شرف لينا احنا والله. وبعدين بشكرك على ذوقك العالي الله يكرمك. طيبه ديت. الله يكرمك بجد والله، وتواضعك دوت. الله يخليك، الله يكرمك سعادة الباشا. تسلم. الأخت الفضيلة اللي معاك ديت يعني ما شاء الله ربنا يحفظها كده ويصونها. الله يكرمك، الله يكرمك. يعني ما شاء الله عليها، يعني حاجة جميلة جدا يعني. الله يحفظك، الله يحفظك يا رب. والله وأنا شاكر ليك كده وابتسامتك الجميلة وبغرامك الخاطر مع الناس يعني الكبيرة. الله يحفظك. يعني ما شاء الله. هم جبروا بخاطري كتير يا أستاذ علياء، فجه الوقت اللي أنا أسد. ده غير ان ربنا جبر بخاطر كتير في حياتي. ربنا يا رب والله يكرمك كده. وانا سعيد ومصدق في الخط الاحمر، قلت بقى اكلم حضرتك كده. ده شرف ليا. انا حصل كده حصل لي جزيل الشرف. وتحياتنا لاهل دبي ورئاسه دبي كلها اللي بيحبوا مصر وبيحبوا اهل مصر، واللي يحب بلدي واهلها يبقى هو بقى حبيبي خلاص. ربنا يخليك يا رب، تسلم لي. اتمنى المهمه بنجاح. نعم. اتمنى المهمه بنجاح. خلاص كده خلصنا العرق. يا جماعه الخير،
هاتيها كده يا استاذه كريستين، ادعوا للحمه فانها تحاسب الان. ادي ادخل على درجه حراره كام؟ اعلى درجه عندك يا شوف. حاضر. اعلى حاجه. يلا بينا. سيبيلي بس الدنيا. تمام يا شوف. زي ما شفنا كده الاستاذه ساره عملت ايه؟ ما شاء الله برضه عشان نكسب وقت انزل مقادير ايه؟ الثانيه ساره. خلاص كده انا خلصت. هنزل مقادير الكنافه ولا ايه؟ جار الكنافه بالنوتيلا. طيب يلا بينا استاذتنا الغاليه الاستاذه كريستين عشان نكسب وقت ونشوف اجهز لك طاسه. يا ريت. حاضر خليك انت بس. اللي يعجبك اللي يعجبك. يلا نغسل كده مقاديرنا مخرجتنا الرائعه ونشوف هنعمل ايه. معايا جار الكنافه بالنوتيلا، ده بيبقى ربع كيلو كنافه، طبعا بنزود على حسب يعني ايه. يعني ايه؟ يعني 250 جرام. لا جار الكنافه يعني ايه؟ بيتعمل في حاجه زي البرطمان كده او الجار او التشيز كيك. شبه التشيز كيك، بس الحاجات اللي هي بتكون دايما موجوده في المحلات الكبيره او الكافيهات او الحاجات ديت. طيب اقري بقى معايا كده. ربع كيلو كنافه و8 كيلو كريم شانتيه وشوكولاته قابله للدهن وميه متلجه وسمن او زبده. طيب. على حسب اللي عندي. حلو. انا بستخدم في الميه المتلجه عشان الكريم شانتيه. ليه مش بستخدمه للبن؟ بستخدم لبن متلج طبعا، ينفع استخدم لبن، بس انا بحس ان الكريم شانتيه التست بتاعه بيعلى بالميه المتلجه. طب قرينا المقادير تاني كده الست كل بقى. ربع كيلو كنافه و8 كيلو كريم شانتيه وشوكولاته قابله للدهن وميه متلجه وسمنه او زبده. طيب نرجع تاني مخرجتنا العظيمه كده. يا استاذه اسماء اهلا بيكي، يلا انا حطيت لك الحل. ازاي سعادتك ست كل؟ حمر الكنافه اللي على القد بس. ايوه انا هعمل كده. ازاي ما عليكي انت يا ست الكل؟ الله يخليك يا سيد محمود، منور انت وضيفتك الكريمه يا سيد محمود. الله يسترك دنيا واخره، تسلمي لي. الله يخليك. يا سيد محمود يا سمحت، الكريم باتسري. ايه الفرق بينه عن الكريم الشانتيه؟ الكريم باتسري حاجه هو عباره عن نشا على البارد وزي كاستر كده. خلاص زي الكاستر، ممكن يتعمل بالبيض واللبن وممكن نعم. هو مش موجود هتعمله في المطبخ. اعمليه في البيت. نص كيلو لبن، نص كيلو لبن، 100 جرام سكر بودره، 25 جرام نشا، 3 اصفر بيض، رشه فانيليا في حدود معلقه كبيره زبده، 25 جرام زبده، الزبده تحط في الاخر. حط نص كيلو لبن يغلي، هتضربي الاصفر بيض مع الفانيليا مع السكر مع النشا. تاخدي جزء من اللبن وبعدين تضيفيه تاني وتقلبي على نار هاديه. هيقفش معاكي، تطلعيه بعد كده تديله الزبده وخلصت القصه. تزوديه بعد ما يبرد للكريم شانتيه وساعتك بتضربيه. ماشي يا سيد محمود، بس انا عايز حاجه ثانيه يا سيد محمود. عفوا؟ ممكن رقم تليفونك عشان عايز اكلمك في حاجه، حضرتك بتزعل لما حد بيكلمك في حاجه على الهوا. لا مش بزعل، انا ليا قواعد ليا حاجه افهميني يا ست الكل، انا ما بزعلش. احنا مش هنكلم يا سيد محمود. افهمك اوصل لك. أنا هنا على الهواء قناة ناين لايف تلفزيون مصري، ليا حاجات مصرح بيها وحاجات غير مصرح إن أنا أتكلم فيها، فده السبب. يعني ما أقدرش أقول براند مثلا، ما أقدرش أقول نوع العجان اللي معايا إيه، لأن ده فيه مشكلة وحقهم طبعا. فخدي رقم تليفوني من الأستاذة كريستين وتأمريني أوامر طبعا، تحت أمرك. طبعا دلوقتي سخنت السمنه. حلو. ممكن نستخدم زبده عادي مفيش مشكله. تمام. وبحمر الكنافه. انا اولا جايه كنافه كانت عندي قديمه، المفروض ان هي بتبقى بايته محطوطه في الفريزر، وبتبتدي نكسرها. بتتحمر قوي يا ترى؟ بتبقى اللون الذهبي، مش عايزاها يبقى لونها بني لا انا عايزاها اللون الذهبي الجميل عشان تبان طبقاتها. تتشال وتتحط في الفريزر، ممكن ان انا ادخلها تحمر في الفرن ممكن من عادي مفيش مشكله، بس اهم حاجه تكون متكسره، يعني حطيناها في الفريزر عشان تبقى دايت، ومديها شوكولاته قبل للدهن وكريمه تبقى دايت. في شوكولاته دايت على فكره. في شوكولاته دايت عادي. احنا هنقعد مع بعض، طب هاتي لي منها انا عامل دايت اهو. طيب ايه رايكم ناخد فاصل لغايه ما ساره المبدعه تحمر لنا الكنافه ونرجع بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم. قبل الفاصل طبعا ساره عملت اللحمه بصوره جميله قوي قوي، ولفتها بورق زبده، دفنتها في الملح، دخلناها الفرن. يعني بجد يعني مكتوب لها الخير قوي. هو ده لحم عجل ولا لحم ايه؟ لا ده بقى عمل ايه في حياته عشان يحصل له كده؟ معلش نسيبه. طيب
طبعا هي حمرت الكنافه وهتركب دلوقتي الشغل بتاعها، بس قالت لي انا محتاجه الكنافه تهدى شويه عشان ما تسيحش الشوكولاته والكريمه. هتعمل لنا ايه بقى بعد كده؟ هعمل يعني كابتشينو او النسكافيه بطريقه زي بتاعه الكافيهات بالظبط. هي ماسكه الشغل ده بتاعها وواخده دكتوراه في الموضوع ده، فنركز فيه كده شويه. ننزل مقاديره. تمام يا ساره؟ تمام. طيب انت الاول كده عشان تهدي وتهدي اعصابك، انت اخواتك صبيان ولا بنات؟ ما عنديش اخوات والله، عندي اخت من ام تانية يعني. مش اسمها امل تقريبا؟ ايوه امل. طب قولي لي انت عرفتي منين؟ انا ممكن اقرا لك الفنجان. ممكن تكون على التليفون عادي. دي اختك من ام تانية. طيب يا امل عامله ايه؟ استاذه امل، استاذه امل، استاذه امل. لازم تقولي اختي من ام تانية. ايوه حبيبتي يا امل. اهي ردت الحمد لله. يا استاذه أيوة. امل اهلا بيكي. اهلا، ازيك يا سيدي محمود عامل ايه؟ ربنا يخليك يا رب. كل سنه وانت طيب منور يا فوق. الله يخليك. اختك ساره بتعاملك حلو ولا؟ حبيبتي 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 يا امل. حبيبتي لا لا حبيبتي يا امل حبيبتي. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله والله ربنا يا بنتي يوفقك يا رب. ربنا يخليك يا رب. ليه اخبارك ايه؟ الحمد لله والله منوره. انت وشيف محمود والله منوره في القناه. المكان منور بشيف محمود والله. الله يكرمك. والله منور فيك. الله يكرمك. منور بيك. تسلم ايديك على الناس يا عمله. تسلم. وتيجي بقى تعملها لنا بقى. تسلم يا رب. شكرا. تيجي بقى تعملها لنا ان شاء الله. انت عارفه طبعا. ايوه حبيبتي. خدي مي عايزه اكلمك. يا اختي ازيك يا مي حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله يا خالتي. الحمد لله. عجبتك الحلقه اهم حاجه؟ عجبتني. عجبتك خالص يا خالتي. هعمل لك ايه؟ كنافه. من عيني. حاضر بس كده؟ خالتي. ايه يا حبيبتي؟ عمي. الو؟ الو؟ ايوه يا ساره. ايوه. ايوه يا ساره. ايوه يا حبيبتي. ايوه. منوره يا حبيبتي دايما كده. يا رب تكون كل حاجه عجبتك. بس لا والله جميله. وكيف محمود منور القناه بصراحه يعني. وربنا يصلح ما بين ايديه يا رب. الله يكرمك. الله يحفظك. الله يوفقك يا محمود يا رب. شكرا يا ست كل رب. الله يكرمك. يلا ستي. اول حاجه احنا المقادير بس كنا عايزين ننزل مقادير مخرجتنا الرائعه ونروح نبص على الفرن بصه بالمره نشوف ايه اللي بيحصل هنا. ما بيحصلش حاجة. الملح لسه ابيض. لسه. نعم بس هتشوفي ايه؟ مدفن. مدفن. اخش ملح. ملح لسه ابيض. طب احنا ممكن نحسس عليه كده نشوفه طري لسه ولا الملح؟ لسه. لا بدا يشد شوية. جبسه اسمنت. طيب. ده انا بعمل السيراميك في بيتنا بالملح. بالملح. نسكافيه بطريقة الكافيهات هتقراهولنا وتشرحهولنا دلوقتي الشيف سارة. معايا قهوة سريعة الذوبان ومية سخنة لتدويب القهوة ولبن وفلتر للتفويم. للتفويم؟ تفويم اللبن. يا ريت كل واحد يركب فلتر عشان يفوم. طيب نرجع تاني كده مخرجتنا العظيمة. قولي لي يعني ايه فلتر للتفويم؟ أول حاجة ده الفلتر. تمام. هو ده أصلا بتاع عشان يدي الفوم. ندي الفومة بتاع اللبن. تمام. ده نجيبه منين؟ ده بيبقى موجود عند المستلزمات يعني زي الكافيهات والحاجات دي هتلاقيه دايما. معرفش هو فين في القاهره بس لو في اسكندريه في المنشيه. طيب هنلاقي ده. وسعره مش غالي 200 جنيه تقريبا. لا مش غالي خالص. لا لا بس هينفع لحاجات تانية كمان. شغال يا ساره. بص احنا اول حاجه حطينا اللبن. اهم حاجه ان انا احطه على النار واحس اجس اللبن كده يبقى درجه حراره استحملها. تمام. بتبقى من 65 ل 70 درجه عشان تشوي معايا كويس. حلو. هاتي قديم الحاجه قدام هنا عشان المخرجه. تمام. حلو قوي كده. هنحط اللبن. ادي اللبن عادي عشان نعمل فوم. عشان نعمل الفوم. تمام. لو ما عنديش ده يا ساره في بقى الخلاط او في مكنه بتاعه ال. ما عنديش المكنه يا ساره. الخلاط. المضرب ينفع؟ الخلاط. بس عشان اطلع الهواء بس. وابتدي اضخ كده. في مكنه كده بتتباع في الاسواق بتبقى بتلف. سعرها مش غالي ممكن نستخدمها. بتعمل نفس الفوم. دي ب 2000 جنيه؟ لا ولا حاجه. الاصغر. في حاجه بتبقى بتستخدم بالبطاريات والحاجات دي. عارف. بس معاكي. ابتدي اضخ كده. تمام. ولو عندي بابور بتاع زمان. بابور زمان بتاع اقدر احط فيه واشتغل. يا مدام نصر اهلا بيكي. ازيك
ازيك يا شيف، عامل ايه؟ اهلا بحضرتك. اهلا بسعادتك يا ست الكل. حضرتك عامل ايه واخبارك ايه؟ الله يكرمك. الله يحفظك يا رب، تسلمي لي. ومنوره الشيفه الجميله اللي جنبك. الله يكرمك. الله يحفظك يا رب. عايزه اسال بس احنا بتباع عندنا ملح رشيدي في السوق. اه. فهل ممكن انا اجيب الكيلو ان انا الف بيه في اللحمه؟ طيب هترد عليك ساره. هترد عليك ساره. معلش تاني ممكن السؤال؟ لا لا. احنا عندنا ملح رشيدي بيتباع في السوق بالكيلو. تمام. هل ممكن ان انا بدل ما احط ورق زبده الف بيه كل اللحمه؟ انا سمعت ان هو ما بيرميش حضوريه على اللحمه الملح الرشيدي. انا ما اعرفش الحقيقه عشان الملح الرشيدي ده عباره يعني بيبقى ايه بس الغش النووي اللي عامل الغش. طب ايه مشكله طيب في ورق الزبده يعني؟ يعني انا بشوف يعني كنت بشوف وصفات كده ان بس من غير ورق زبده. بصي انا هقول لحضرتك حاجه، هقول لحضرتك حاجه. هو اولا ورق الزبده تمام بيدي لون كمان للحاجه اللي موجوده، يعني بيحفظ الحراره معاه، ده غير ان هو بيعزل طبقه الملح بس عشان ما يلقطش من الملوحه، عشان انت بتبقي حاطه ملح وتمام والدنيا تمام معاه بس. لكن ودوت بيبقى مفيد كمان لو عملتي فراخ بط، ما بيلزقش الجلد فيه مع الملح عشان تاخدي اللون بتاعه بس. حلو. انا دلوقتي حطيت اللبن تقل ليه كده؟ ده تفويل الكريمه، عمل كريمه. عمل كريمه وبعدين زاد، بص نزل زي الكريم. هو ده، هي دي درجه التفويل اللي انا عايزاه. ده اللي بيحصل في الكافيهات. تمام. اللي انا بعمل دي اسمه كراف. كراف. كراف بس ولد. دي بتطلع بكام بقى يا سارة؟ على حسب بقى الاماكن الموجوده يعني. يعني لو ما كمل اللي انا بقعد عليهم حضرتك بتقول حضرتك اللي بتقول لك. بص هو عموما دوت عندنا الكوب ده استنى استنى استنى. ايوه. بس انت اديتيها شكل حلو قوي. تقدري تدهن تاني؟ انا ممكن اعدها لكم بس بطريقه تانية تبقى سهله على الناس، عشان في ساعات ما بيبقاش معاهم الكراف. احنا هنعملها بالمعلقه. هبتدي اشكل بالمعلقه عادي، ولو خلت سنين او سكينه اجيب لك خلت سنين مفيش اي مشكله عادي. بلا كراف ولا بتاع، لو قلت لهم كرافه يقولوا لي الله يكرفك يا شيف محمود. بص يا شيف اللبن. خد يا ستي ادي الخله اهي. ايوه. ولا بتاعت سنين ولا حاجه، عشان عادي جدا. وعندي خله سنين على فكره. لا لا دي تمام مفيش مشكله، احنا اصلا ساعات لما بنلاقيش بنستخدم فيها. لا لا لازم اللبن يبقى سخن شويه. انا بعمله احس ان انا ما اتلسع، يعني اول ما اتلسع خلاص اللبن تمام، ما ينفعش اوصله للغليان لان مش هيفوم معايا. هياخد في ايدي دقيقه كده عشان عندي فاصل. تقريبا يعني مش واخد بالي من كده. حاضر حاضر تمام كده. انا عملت انا الفوق. فومت اللبن اهو. تمام تمام على مهلك خالص، طلعنا برضو الحاجه مظبوطه زي ما بتعملي. مفيش مشكله. ابتدي احط القهوه. على فكره دوت تقريبا بالظبط يعني من 3 ل 6 جرام قهوه. تمام. وابتدي الف ادوب ال يعني الموضوع مش متكلف طبعا، بتطلع ولا اي حاجه. طبعا اكيد بيبقى على حسب كمان الاماكن والاسعار. تمام. الميه دافيه ولا سخنه؟ الميه لا بتبقى دافيه. ولازم الكراف او سخنه؟ هي فكره في الكراف. كنكه القهوه مثلا؟ ممكن كنكه القهوه عادي. بس احنا بنحاول نقرب الموضوع. انا بس كنت عايزه اعرفهم الحاجات بتتعمل ازاي في الكافيهات، التكنيك بتاعها وكل الكلام ده. احنا اهم حاجه ان احنا نعمل فوم. ايوه. هي جت معايا برسمه. تمام. بس انا هعمل حاجه. دي انت قصدانه بقى. انت متوصيه علينا. انا ممكن اعمل حاجه كده خفيفه. تمام. ممكن بس معلقه تانية. شكل مش هناخد فاصل. معلقه لا لا خلاص انا عايز. طيب معلقه. طب هناخد فاصل. مفيش مشكله عادي. طيب هناخد الفاصل دلوقتي ونرجع نشوف اخبار الكراف ايه. فاصل واخد لحضراتكم. اهلا بحضراتكم. قبل الفاصل طبعا اتعلمنا حاجات حلوه جدا، او انا اتعلمت يعني، وهنشوف صراحه كامل معانا ايه عشان الوقت. يلا يا سارة. انا دلوقتي صبيت اللبن عادي ومعايا فوم لبن اصلا. هبتدي احط دايره عادي خالص. حلو كده ماشي. تمام.
ده الفوم هو اللي بيخدمني. ايوه كل ما الفوم كان بارد اكتر كل ما عمل اللي انا عايزاه. تمام. معايا ممكن اعمل شمس عاديه خالص اهي. اشكال. ايوه تتصوري في الصين بيرسموا شكل الصوره اللي رايح له الطلب بيحط صورته. ايوه بس المكان ده المكنه بتاعته غاليه جدا جدا فوق ما بتتخيل. احنا ممكن عملناها شكل حلو جدا. لو وش حاجه كده. سهله جدا مفيش اي مشكله فيها. حلو قوي. نقلها هنا عشان ايه هو اللي بيعمل كده ده بيشربه ولا بيعلقه؟ احنا بتصور بيه. انا هدفع لي 100 دولار ولا بتاع عشان اشرب نسكافيه عليه صورتي؟ هو عموما ده معان صورتي طلعت. عموما ده يعني الموضوع كله اضربه في الخلاط وهو سخن مفيش مشكله. هديه الفوم خش في اللي بعده يا ريس. بس انت كده 100 100 بس. يلا الجار بقى انا عملت هنا طبقه. ينفع بطرمانات فاضيه؟ ينفع طبعا مفيش مشكله عادي. حمرت الكنافه. ايوه ده اللي عايز بيطلع بكام؟ يعني في حدود 30 مثلا. حطيتي الاول الشوكولاته قبل الدهن. حطيت الاول الكنافه اهي والكريمه والشوكولاته. هحط طبقه ثانيه من الكنافه. لا خليها محطوطه عشان ايه المخرجه تجيب اللايرز بتاعها. تمام كده. ينفع بواقي كيك بواقي بسكوت؟ ينفع اي حاجه. تمام. حتى البسكوت اللي ممكن اجيبه واكسره مفيش مشكله واحط كاس بسكوت. مفيش مشكله. اللي عايزه خلاص ده عايز شهر رمضان الكريم. على فكره انا مش مع اللي بياكل كنافه في رمضان بس. بس ليه؟ هي دي الفكره. لا احنا الناس بتعملها ليه في رمضان؟ ايوه هي بيبقى حاجه مميزه بس. ليه انا نفسي ما تجيش عليها وهي بره يعني عشان ما نبقاش صايمين. ممكن صدق. ممكن اشوفها كلمه جد يعني ما ممكن فعلا. هي حلوه للصيام اللي ما ياكلش كنافه تبقى مشكله. بس هي خفيفه جدا على فكره. ده في رجاله يعني بيعملوا اقول ايه بس يعني سيبوا البيت وتحصل جرائم قتل بسبب الكنافه. انت ما عملتيش كنافه النهارده تبقى كارثه. دي كده مشكله. ده ممكن يعني ده يفطر كمان عشان ما فيش كنافه او قطايف. ربنا يستر خطيب تقريبا انت عايشه يعني حلو شكل اللي هي بيحب حمص. المصور بتاعنا الجميل عمل كارثه السنه اللي فاتت عشان ما كانش فيه كنافه ولا قطايف. حلوين جدا. اطلع انا العرق. انا كده اهم حاجه عندي ان انا بس ايه ابين الطبقات معايا. تمام. بس هاخد شويه كنافه كده على الوش. حلو. اللي عايز يغمق الكنافه عن كده مفيش اي مشكله عادي جدا. دقيقه واحده استلم منك. لا الطبقه اهو. دقيقه واحده استلم منك الجوت الثاني عشان نولعها بقى. عايزين نولعها. مش بقول لك كده ولعها ولعها شعل كلمات اغاني. موضوع سهل. طبعا الواد ابني طول النهار ماسك الموبايل وفاتح النت. حاطط انا نت في البيت عشان يشغل لي الحاجات دي. يا ابني حط سماعه في ودنك. يا ابني ما بقبلش اسمع الحاجات دي. مفيش. مين هو لازم يشكك يا شيف؟ ما ينفعش. لا عشان قايس الوقت. لا ببعيس الوقت. ببقى عندي كده حته الوقت يا استاذتنا الغاليه. بص هو الجار ده سهل جدا. حتى لو اي ضيف جالنا بسرعه واحنا ما عندناش حاجه ممكن نعملها في برام. مفيش اي مشكله عادي. في طبق من نجيب حاجه النيش بقى نطلعها كده اللي هي بتبقى. اسمعي انت يا غني ولعها ولعها شعللها شعللها. طبعا يا بس قديمه قوي يا شيف يعني في اغاني كتيره. كمان قديمه. كمان امال الحديث عامله فيه ايه؟ لا الحديث سيء بصراحه. عشان ما اكدبش عليك يا شيف. بس انا بغطيها كده اهي عادي. ممكن مربى؟ ممكن اي حاجه. اي طبقه عندك عايزه ممكن على فكره احشيها فاكهه. مانجا. لواعي مانجا فراوله اي حاجه احط طبقه. ده يطلع بكام كده يا ساره؟ لو عندنا احنا 30 35 في الحدود دي طبعا. لا عشان الايد الثانيه الشمال ده ب 30 35 جنيه بس. طبعا القعده في اي مكان بره البيت حاجه ثانيه. حاجه ثانيه بس يعني انا جالي اصحابي جالي قرايبنا جالنا ناس كتيره عايزه تيجي تقعد بدل ما تقعد في كافيهات. في ناس ما بتحبش الدوشه على فكره. ما بتحبش الدوشه دوشه الكافيهات فاضيفها طبعا. يعني ده جايه لنا البيت. اهلا وسهلا. عامل لهم شاي ساده؟ لا ما ينفعش شاي ساده. تقوم عامل لهم ده؟ طبعا. حلو. مخرجتنا الغاليه بتقول لك العربيه اللي بتقول العربيه
عربيه. امان الجميله بتقول لك ايه بقى؟ ايوه. فيها ايه لو احنا اشترينا البطرمانات دي جاهزه؟ هتدفع لها مثلا 10 بطرمانات في 35 ب 350 مثلا يعني. مع شويه بيتزا. ايه المشكله؟ يعني هتدخل في 600 1000 لكن جنيه. لو عملتي الحاجات دي وفرتي جامد. اه طبعا اكيد. ماشي يا اماني. عرفتي بقى يا اماني؟ مش عارفه تودي الفلوس فين يا اماني. ماشي يا اماني. اللي معاه قرش محيره بيجيب بيتزا وطياره. ايوه. بجد؟ تسلم ايدك. بس. انا اتعلمت منك حاجات النهارده. شكرا يا شيف. اطلع انا بعد حلقتين ثلاثه ومعامل الحاجات دي. ايوه بس كده ده احسن حاجه. يلا تعال بقى نولعها. تمام. يلا ادي السبرتو وادي الولاعه. طلبت مني ولاعه جبت لك ولاعه. أيوة. عايزه وعمال مستغرب هي ساره عايزه ولاعه ليه؟ اوعى تنسى يا شيف محمود الولاعه. اهم حاجه الولاعه. يلا يا ريس. انا دلوقتي طبعا هو انا ساعدك انا بس ساعدك. زي ما انت. ابتدي بقى ايه؟ اعمل الشغل الفظيع بتاعنا ده. طبعا انا حاطه ورق زبده فملهوش اي مش هيجيله حاجه يعني. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كل الله هات لنا دي كده بعيد عن النار. ايوه عشان من ايه بس ده شو. لا طالما ما فيش دخنه طالما ما فيش دخنه اي حاجه لا. بيطلع كده للجست بقى على طبعا سيرفيز او حاجه زي على كده على سيرفيز او حاجات من الصواني الرفيعه خالص دي ممكن نشتغل عليها. ويا سلام لو في الشتاء بقى ونقعد نتدفى بدل ما نجيب خشب ولا بتاع. وممكن نجيب مارشميلو ونشوي عليه شويه اي حاجه. شوف ده ايه ده ده انا عايز اي حاجه مش هقول لك. كان زمان بننزل يا جماعه على عربيه الفول الساعه 6 الصبح ناخد حته طبق الفول والعيش اللي مالا بيها لربنا وناكل. دلوقتي بصوا النزاهه اللي احنا فيها طبعا. يا عيني عليكي. بس طيب. الملح بدا انت كنت تقول ملح ابيض بدا يسود بس والله العظيم انت بجد دلعتينا ودلعت المشاهدين النهارده. تحت عمرك يا شيف والله. لا عايزه بس النار تهدى خالص. نعم النار تهدى بس اهم حاجه. طيب. النار ما بتحرقش ايه مؤمن ابدا. ولو حرقته لا ما اعرفش يبقى يبقى مؤمن متصاب. انسي يا ريس ده انت دلوقتي ازازه السبرتو كلها. لا لا هو اصلا ده انا عايزه اقول لحضرتك هو لازم اي حاجه من اللي هي ايه. لا ده السطور مع سايب بيخلص جوه مع واحد. بس كده خلاص بالشفا تمام كده. دلوقتي احنا بنفتح بعد الدفنه. ايوه بعد الدفنه والحرق. الله بس تمام تمام كويس. الملح بالميه مسك. اه عادي تمام كده. كسري كسري اجيب لك سيرفيس كبير. في هناك سيرفيس اهو شوف. انا عايزه سيرفيس بس اطلع عليه الورق الزبده. ايوه عشان ايه طبعا المفروض ان هو بياخد وقت كبير. بياخد هو بياخد المفروض يعني المفروض اللي هو لو ساعتين على بال ما لا والله كان ساعه فاهم. بس هي الفكره بس ان يعني الفكره بس ان احنا ايه بنعايزينه ويبقى مهري بمعنى مهري يعني لحمه مستوي. عشان البخار. ايوه ابتدي اشيل كده واحده. سؤال بقى هل الملح ده نقدر نستخدمه تاني؟ لا خلاص بقى. الله يا ولد. عايزين بقى طبعا لو كان قاعد برضه في الفرن شويه طبعا هات اشيلك الورق. انا ايديا ما بتقدر. هو استوت على فكره اللحمه بسيط استوت بسيط. استوت هي عايزه انقلها على طبق تاني. عشان نقدمها بس. تمام. على مين؟ شيلها لك شوكه؟ لا لا خلاص انا معايا شوكه حلوه اهو بس كده. تسلم ايدك يا عيني حلوه قوي. واحنا برضو بالملي عرفتي ما بقول لك انا بس شوف على فكره اهي اللحم استوت خالص مفيش مشكله. والريحه حلوه والريحه تمام. اشيلك بس الولاعه دي. ايوه تمام. سيبي لي شويه السبرتو دول يا سيدي. اتفضلهم يا شيف طبعا. دول ليك يا سيد انت ومحمد. سيبهم لي هنا بقى كده. انا مش عارفه اقطعها اكتر من كده. ما يسمعوش كلامي ويقولي متاخرين اعرف اتصرف اتعامل. انا اتعلمت منك حاجه النهارده. هي طبعا لانها كانت مفتوحه لازم تبرد وتكون جيلاتينا وتقطعيها تطلع طرنش مظبوط. هي اول الطرنش اللي بره دوت استوى
كان فاضل لها ممكن مثلا ربع ساعه ولا حاجه بتطير عشان تستوي. بصي بصي ما تفهمنيش انا، الفرن هنا عبال ما يبدا يدي الحراره للملح والملح يمسك وتوصل الحراره جوه عادي ربع ساعه، صح. وهي قعدت لها بتاع تلت ساعه صح، فما لحقتش تستوي يعني. قرب علي بقى حرف ال هنا كده ممكن بس نجيب. وعايز اديكي معلومه برضو يا ساره من اب، يعني احنا بندي الفكره في 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 البرامج التلفزيونيه، انت بتدي الفكره وجربوها يا جماعه، لو طلعت فيها حاجه ارجعوا لي تاني وقولوا لي انت كنت بتتكلم غلط ومش صح. ساره قبل ما اختم، هتختم انت مع طبعا، انا بشكرك ثم بشكرك ثم بشكرك، بشكر والدتك وبشكر اختك بشكر خطيبك، ربنا يوفقكم مع بعض يا رب وتعيشوا احلى حياه ويرزقكم بالذريه الصالحه. اختم انت مع الساده المشاهدين واشكريهم ان هم قعدوا اتفرجوا ودونا الساعه دي من وقتهم. شكرا لحضراتكم جدا، ويا رب نكون فعلا افدناكم ودينا لكم حاجه كده نبذه بسيطه تطلعوا منها من روتين بس مش اكتر. سعيده جدا ان انا كنت معاكم النهارده، كنت مع شيف محمود، بشكر والدتي وبشكر خطيبي وبشكر عيلتي كلها وبشكر الناس اللي بتساندني في شغلي، وفعلا هم اكتر من ناس محترمه جدا كل الناس اللي حواليا. بتشقي وبتتعبي وبتخرجي ساره بتقول انا بقف بالطمع، بقول لها ما تشوفيش برنامج يا ساره، قالت لي انا بقف بالطمع. الكلمه دي اثرت فيا قوي، انا بقف على رجلي بال 18 ساعه شيف محمود، قلت لها انا اسف، كان على الواتس وزعلت قوي لان انا مجرب يعني ايه 18 ساعه. ربنا يكرمك من كل قلبي يا ساره. شكرا. على شقاكي وتعبك في البلد وعلى انك بتجتهدي، شباب فيهم صحه ما بيعملوش اللي انت بتعمليه. شكرا يا شيف حضرتك جدا يا ساره، القاكم في حلقه قادمه. السلام عليكم ورحمه الله.